فترة في مجال المحاسبة، بس للأسف يعني ما لقيتش نفسي، وقررت أعمل كده شيفت الكارير، وقلت أنمي الموهبة اللي عندي. وفي الأول خالص ابتديت أعمل شغل زينة لأعياد الميلاد والأفراح والمناسبات كده، الفريم والستيكس والبانرز والحاجات دي. بدأت من 3 سنين كده، 2.5 سنين، وبعدين بالصدفة كده لقيت قدامي الكوايت بوك على النت يعني. وبما اني يعني بعمل بقى شغل زينة والموهبة موجودة اصلا، فقلت اجرب اعمله، خصوصا ابني يعني في المرحلة دي كنت لسه يعني ايه عايزة اعلمه بقى الحروف والارقام، ولقيتها طريقة حلوة جدا وتشددت اكتر يعني للمنهج نفسه من سوري. وقررت بقى ايه ادور بقى بتعمل ازاي وايه الخامات اللي ممكن استخدمها فيه. فعملت اول حاجة خالص كان الكتاب ده، كان باسم ايه العد والارقام والاشكال الهندسية، فمهارات حلوة جدا استجاب قوي ليها وكانت رد فعله حلوة قوي. فقررت بقى ان انا بما اني اصلا عندي جروب كده على الفيسبوك وكده، فقلت لا انا اتخصص بقى في الموضوع لان الموضوع فيه يعني فايدة اكتر ونافع للاطفال، وبما انه يسر عليا كتير قوي معاه، فقلت طب ليه انا ما استنفدش الامهات بالطريقة دي يعني. الماتيريال نفسها الماتيريال بقى استخدمت قماش الجوخ والشمع، مسدس الشمع والشمع والشرايط ستان، ممكن بعض الاكسسوارز كده اللي هو بس خرز كده يعني. لما عملته بقى وابتديت اعمل كده اشكال كتير بقى من الكتب، برضو دي كتب برضو بتضم انشطه، بيبقى ايه الانشطه دي على حسب بقى سن الطفل، على حسب انت كأم عايزة تنمي مهارة عنده ايه. ممكن مثلا انا اعلمه الالوان وفي نفس الوقت انا عايزة اعلمه ازاي يفتح الزرار ويقفله. طبعا دي حاجة هتخليه يعتمد على نفسه اكتر في حياته يعني. وبعدين بقى قررت ان انا اشد الاطفال اكتر للكتاب بتاعهم اللي هو هيتعلم منه، فقررت اعمل بقى ايه شخصية كرتونية كده.